هنا حضرة المبدعين العرب. وما أدراك ما حضرة المبدعين العرب؟ حضرة تجمعنا فيها لغة الفن والثقافة والإبداع، فاستنتجنا منها الاختراع. حضرة أدبية ثقافية. يا حضرة المبدعين العرب، دونكم أزكى التحايا من الرحمن ربكم. عنوان القصيدة: هي زوجتي. إني تزوجت الدراسة يا بشر، هل تفهمون عبارتي أولي العبر؟ يا معشر الإخوان أرباب الحجة، فلقد أتيت طريفة بين الخبر. وقت دراسة زوجتي في نسخة أمليته بالشعر في رود الثمن، فجمالها أدنى من الياقوت، بل في نورها يمتد قوما بالدرر، ووليها فهو المدرس طالما يرجو لها فعلا كريما بالأثر. وقدامها طول المراجعة التي تدعو إلى الفهم الصحيح المنتظر، فالدار قاد دراستي فورا إلى دلو الدلائل إن أتى أمر خطر. والراء فيها رضا التعبير في قدر استطاعتي بالقضية منتصر، فالمد ممتد بكل إقامة كي لا تزل حبيبها بين الزمر. والصين سلطان المعارف كلها، مربوطة بالتاج في ذيل السفر. فلكل أفراد شؤون مزية تنقادها لدراستي ضد الهجر. إني ألانسها رجالي أينما شئت، ألاعبها أمام ذوي النظر. إني جنوت بحبها وتحبني، في حبها نلت الكرامة لا فخر. يا حبذا تقبيلها في لذة، وتكر أين إرائد فيما عمل. إن كنت قبل جماعها متطهرا، أنوي الصلاة بلا اتصال لا وزن. إذ كيفما جامعتها لا حاجة بتيمم أو غيره بين السهر. هذا انفعالي بالدراسة زوجتي ومشاعري، فالشعر عندي كالمطر. تلك القصيدة من بلاد تفكري، أعني لأدنى الناس ذلك من تشر. فرويها الراء لأن قصيدة رائية كالقوس في لمح البقر. صل وسلم يا إلهي للذي أعطيته قولا يلين له الحجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول بأصحاب البلدان المجيد وشكرا.